نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، شرفتنا يا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي النجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن تمام عبد المنعم، اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. نور كابتن. اهلا كابتن، منورين يا كابتن. كابتن ايمن، محمد يوسف، كابتن عادل، كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن اسامه، 46 سنه حكم، 46 سنه. المفترض ان هو كان الموسم اللي فات ده كابتن ماهر كان يعني يعتبر اعتزاله، لكن بعد ما قالوا له اعتزل رجعت لجنه الحكام قالت له اعمل اختبار وارنر واعمل الكشف الطبي ورجع تاني. رجع تاني ادار هذا الموسم مباراه اللي هي كانت ما بين الزمالك وسموحه، عمل مباراه كويسه قوي، ودي تاني مباراه في الموسم. اعتقد النهارده كان طاقم التحكيم بالكامل، محمد يوسف، هاني عبد الفتاح، اسامه عبد اللطيف الحكم المساعد الثاني، وكان معاهم محمود ناصر الحكم الرابع، وكان على الفار كان موجود مصطفى مدحت ومحمد عباس قابيل. طاقم التحكيم الكامل. هنشوف هل نجحوا يا كابتن ايمن في اداره المباراه، عندنا حالات تحكيميه، واهم اربع حالات تحكيميه في المباراه كابتن شريف هنحللهم طبقا للقانون ونشرح بالتفصيل هل نجح محمد يوسف في طاقم التحكيم ولا ما نجحش في المباراه. خلينا نروح الاول حاله هنا ونشوف هنا كابتن اللي هو رقم احمد محمود 88، لاعب بولا اللي هو رقم 88، هو خد بطاقه هنا كابتن. شوف هنا الكره دي مهمه جدا 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 يا كابتن ايمن، واحنا قلنا هنا وضع اليد، هنا الكره كانت تمرر للاعب نادي الاهلي لو جبنا من الاول خالص. هنشوف هنا في باص من نرجع تاني معلش سامحني، في باص معمول بالكره ديت رايحه للاعب الاهلي، هنا هذا اللاعب منع الكره ومال بجسمه. خلي بالك ذكاء كبير جدا كابتن ماهر ان الايد كده كابتن اسامه، وبعد بعمل كده ما بين جسمي ليه؟ هو عارف ان هو لو في الوضع دوت الكره ممكن تعدي، فمال بجسمه. هنا كان قرار الحكم بطاقه صفراء والقرار كان قرار صحيح لحكم المباراه. اللعبه الثانيه وهنا نشوف هنا وهنا تعطيل الهجوم واحد، هنا تعطيل الهجوم واحد، هنا محمد يوسف لم يتردد يا كابتن ماهر، برافو، وعارف ان عنده انذار، وبالتالي هنا انذار في بطاقه حمراء طبقا للقانون، قرار صحيح لمحمد يوسف في هذه الحاله. كان اللاعب عنده انذار قبل كده وده الانذار الثاني زي ما قلنا، وهنا بنقول هنا تعطيل الهجوم طبقا يكون يعني يجب اشهار البطاقه الصفراء، اشهر الصفراء ثم الحمراء، وكان قرار محمد يوسف قرار في الدقيقه 80 قرار صحيح بطرد اللاعب احمد محمود. هذه الحاله من حاله من حالات مهمه جدا، وهنشرح يا كابتن ماهر انت كنت حضرتك بتلعب مدافع، كابتن شريف اللعبه دي مهمه قوي. هنا قلنا الوضع اليد هل مبرر يا كابتن ولا مش مبرر؟ الكره كانت جايه في وشه يا كابتن، لو وضع اليد حتى لو كانت جايه في وشه كابتن شريف، هنا بنتكلم على وضع اليد هل مبرر ولا مش مبرر طبقا للقانون. انا كلاعب مدافع انا عندي كام لاعب يا كابتن؟ هنا عندنا 1 2 3 4 5، حتى لو الكره دي اتعملت يا كابتن اسامه وعدت، الكثره العدديه للنادي الاهلي صعب قوي ان الجون يجيب جون منها، ولكن ان انا النهارده هنا في مخالفه على محمد هاني ان هو حط ايديه عملت بلوك للكوره كابتن اسامه طبقا للقانون، خلاص حفظنا هنا الايد خرجت وعملت بلوك كابتن شريف، وكان قرار محمد. هنا نشوف هنا الايد، هنا بص يا كابتن هنا هنا الايد هنا ايه خارجه والايد عملت بلوك ركله جزاء صحيحه. كان ممكن محمد ممكن كان إيه يعني يروح بظهره ويلم ايديه، وده اللي بنقوله من خلال التحكيم النهارده، هنا ركله جزاء صحيحه للجونه في المباراه. نشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا يا كابتن شريف، وعاوزه قرار حكم حاسم. اي حكم في هذه الحاله يا كابتن ايمن هيحسب جون ليه؟ حاله صعبه، انا مش عارف هي جت في ظهر اللاعب ولا جت في ايديه، ولكن هو خد القرار في الملعب، خده بالحس التحكيمي وبالخبرات ان الكره دي جت في الكوع المهاجم. هنا شوف هنا على طول واضحه جدا، رغم ان هو الايد هنا مستخبيه على الحكم، ولكن هنا خده بالخبرات وخد القرار كابتن اسامه في الملعب. زي الايمن جري كده على بس كابتن هنا الايمن ما يشوفش اللعبه دي كابتن، هو الايمن ليه واجبات، ولكن هو الشناوي نبهه فيها كابتن برضه. هو شايفه يا كابتن بالظبط، انا عاوز اللي انا عاوز اقوله كابتن ايمن ايه؟ ان هو في الملعب ما حسبش هدف الحكم. ايوه حكم حسب مخالفه، وهنا كان الفار عمل ايه الفار؟ شوف الحاله تاني كده تاني، هنا على طول هنا الايد على طول هي طالعه اهي زي لعبه بالظبط محمد هاني. هنا السؤال يا كابتن،
والتعديل لا يجوز اطلاقا ان المهاجم يجيب جون حتى لو ايده مبرره او غير مبرره. يعني باي وضع كان ما ينفعش يا كابتن ماهر ان المهاجم تيجي الكره في ايدي حتى لو مش متعمد وتخش جون. يا كابتن شريف تماما هنا كنا قال لك لا تحتسب عليه المخالفه، وهنا قرار كان قرار صحيح باحتساب المخالفه. هاني عبد الفتاح وحاله من الحالات الصعبه جدا جدا واشار بتسلل سمح بالاستمرار ورفع على تسلل. نشوف الحاله ديت مهمه جدا هاني من الحكام الدوليين اللي ادار مباراه من يومين. هنا بنشوف هنا الجزء من الجسم الراس واللاعب المدافع هنا للجونه، هنا التسلل صحيح والتمركز لهاني عبد الفتاح كان قرار صحيح باشاره على التسلل. تمام. الحاله الجايه ديت وانا بتكلم فيها هنا ركل من كريم، وهنا بنشوف هنا الركل هنا كابتن اسامه هو خلاص ما عندوش اي فرصه خالص كريم غير ان هو هنا يحط رجليه، وبالتالي مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء للتهور. نشوف هنا الراجل عدى وبالتالي هنا الرجل في الساق في الساق والقدم في القدم، وهنا مخالفه وبطاقه صفراء مستحقه لكريم تحسب للحكم المعايير. الحاله الوحيده يمكن انا بلوم على محمد بس هنا الوقفه، هرجع تاني كابتن هنا وقلنا ما اداش ادفانتج ليه هنا ستوب. برافو كابتن شريف، ده انا كنت هقوله انت قلته. هنا نمره واحد الحكم، اولا انا كان عندي اوبشنز. محمد يوسف انت كان ممكن ترجع بظهرك وتوسع لنفسك عشان تدي مساحه للاعب الاهلي ان هو يستلم ويروح بهجمته. خلاص انت وقفت انط واللعب. طيب خلاص كده نمشي بقى شويه ونشوف هي هنا السؤال، نقف بقى خلاص. هي الكره راحت لمين؟ الاهلي. كابتن شريف انت قلت حاجه جميله جدا مظبوط. لم تغير استحواذ، رجعت ليه؟ بالظبط لم تغير استحواذ، الاهلي ما زال مع الكره وما زال النهارده مع الهجمه. صح كمل. اسقاطي يتعمل في حاجه واحده بس، لو الكره ديت راحت للفرقه راحت للفريق المنافس او غيرت الاستحواذ. بنقول هنا الحالات التحكيميه بنشرحها يا كابتن شريف عشان الناس تبقى فاهمه. محمد ما ينفعش تعمل اسقاط والاهلي كان مع الكره وكان رايح بهجمه. دي يمكن اللقطه اللي انا بعيب عليها محمد هنا. نشوف الهدف، انا جايبه طبعا هدف سليم جدا جدا عشان البعض يشوف الهدف تاني. هنا موديست هنا عمل خد الكوره ولم يرتكب اي مخالفه كابتن عادل خالص، الكوره عدت وحط الكوره استنى عليها شويه نشوف هنا خدها بدون اي مخالفه، وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح لموديست مفيش فيه اي حاجه. اخر حاجه تقريبا معايا بطاقه صفراء، وهنا بنشوف هنا على طول المعايير رقم 18 تهور. ايه ده تهور؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. اعتقد يمكن دي كانت اخر حاجه كابتن ماهر. محمد يوسف النهارده ادار المباراه بشكل جيد لم يتردد، وطاقم التحكيم بالكامل النهارده بقول ان هم ادوا مباراه جيده، ختموا قبل التوقف. نتمنى ان فتره التوقف فيتور بيريرا يشتغل على حكامه ويبتدي عنده فرصه يعمل معسكرات ويبتدي يطور اداء الحكام. دي يمكن كانت اخر حاجه. شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا.